بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هناخد أول حصة في حساب المثلثات. هناخد درس النسب المثلثية للزاوية الحادة. بس إحنا عندنا النهاردة أو السنة دي في الترم ده هناخد فرع جديد اسمه حساب المثلثات. أنا قبل كده كان عندي فرع اسمه الجبر، كان عندي فرع اسمه الإحصاء، تمام؟ كنت بامتحنهم الاتنين دول مع بعض، وكان عندي بعد كده كان في فرع تاني اسمه هندسة، بس كان الهندسة ده لوحده. قال لي الترم ده والسنة دي إن شاء الله هناخد فرع جديد اسمه حساب المثلثات، يعني الفرع ده كله هيتكلم عن المثلثات وخصوصا المثلث القائم الزاوية. تصميم المثلث القائم الزاوية، هما الاتنين دول هيجوا في امتحان واحد، يبقى الجبر مع الإحصاء في امتحان زي كل سنة، والسنة ده هناخد مين؟ هندسة وحساب مثلثات، والاتنين دول هيكونوا في امتحان واحد. حساب المثلثات السنة دي هيكون الوحدة الرابعة، يا دوبك عبارة عن درسين اتنين بس، وهو فرع سهل وبسيط، وإن شاء الله يكون سهل معانا السنة. أول حاجة عندنا في درسنا النهاردة وهي القياس الستيني للزاوية. قبل كده أنا كنت واخد إن أنا مثلا ممكن أكتب الزاوية عبارة عن 70 درجة مثلا، يعني 50 درجة، 80 درجة، وهكذا، كنت بقيسها كلها بإيه؟ بالدرجات. قال لي النهاردة هناخد حاجة جديدة اسمها القياس الستيني للزاوية. يعني إيه؟ يعني أنا بحول الزاوية دي من درجات لدرجات ودقايق وثواني، درجات ودقايق ومين وثواني. يعني أنا عندي قبل كده أنا كنت واخد الزاوية كنت بقيسها بإيه؟ بالدرجات، بالدرجات، كنت واخد وحدة قياس الزاوية بإيه؟ بالدرجات. قال لي أنا عندي السنة دي بقى الدرجة لوحدها، الدرجة الواحدة بس فيها 60 دقيقة، والدقيقة عبارة عن شرطة واحدة كده. قال لي طب والدقيقة دي عبارة عن كام ثانية؟ قال لي عبارة عن 60 ثانية، والثانية عبارة عن شرطتين. الثانية عبارة عن ايه؟ شرطتين. يبقى أنا عندي الدرجة على علامة دايرة فوق، الدقيقة علامة شرطة واحدة، الثواني عبارة عن شرطتين. يعني لو قال لي مثلا الزاوية دي نص درجة، يبقى عايز أحولها للقياس الستين هتبقى بقد ايه؟ هي قال لي الدرجة الواحدة فيها 60 دقيقة، يبقى نص الدرجة فيه كام دقيقة؟ هيبقى شاطر، هيبقى فيه 30 دقيقة، هيبقى فيه ايه؟ 30 دقيقة. طب السؤال اللي زي كده يجي ازاي؟ لما يقول لي اكتب الزوايا الآتية بالدرجات والدقايق والثواني، ويديني زاوية زي دي 33.5 درجة. قلنا الدرجات هتفضل زي ما هي، هتبقى 33 درجة، والنص درجة ده هيتحول ازاي؟ قال لي وخمسة من عشرة درجة ده أو نص درجة ده هتحول لدقايق، الدقايق هتبقى دي بقى، وقال لي نص درجة يبقى 30 دقيقة. أنا دلوقتي عملتها بدماغي. طب بالنسبة بقى لديت 18 من 100 ديت، يعني لو قال لي 58 درجة وتمنتاشر من مية، عايز يحول دي لدرجات ودقايق وثواني، هعملها ازاي؟ قال لي ماليش حل غير بالآلة الحاسبة. هات الآلة الحاسبة بتاعتك، ادي الآلة الحاسبة بتاعتي، تمام كده؟ هو أنا عايز أحولها لمين؟ لدرجات ودقايق وثواني. قال لي يا سيدي بص، أنا عشان أحولها لدرجات ودقايق وثواني بعمل إيه؟ شايف الزرار اللي هو عليه علامة الدايرة ده اللي أنا بضغط عليه، التلات نقط جنب بعض أو التلات علامة الكوما اللي جنب بعض دول؟ قال لي آه خلاص، هو ده الزرار بتاع التحويل لدرجات ودقايق وثواني. إزاي؟ كل اللي أنا هعمله اللي انا هنطقه هكتبه، اللي انا هنطقه هعمل فيه ايه؟ هكتبه. يعني انا بقول 58 درجة و 18 دي او 18 من 100، 58 درجة ومين و 18 من 100. قال لي اكتبها، ادي 58 و 18، هي مكتوبة 18 ايه؟ درجة، يبقى اكتب علامة مين؟ الثلاث نقط دول، واضغط يساوي، حولها لي على طول لدرجات ودقايق وثواني. حولها لي ليه؟ 58 درجة وعشر دقايق وثمانية واربعين ثانية. يبقى تاني حولها لي ليه بقى؟ 58 درجة وعشر دقايق وثمانية واربعين ثانية، اكتبها لي، يبقى دي 8
وخمسين درجة وعشر دقايق وتمانية وأربعين سنة. يبقى كده حولها لي من درجات بس لدرجات ودقايق وثواني. طب أنا بقى عاوز أحولها المرة دي، هي مديهالي بالدرجات والدقايق والثواني، عايز أحولها إيه؟ بالدرجات بس، أعمل إيه؟ قال لي برضه هات الآلة الحاسبة. آدي الآلة الحاسبة بتاعتي، اللي أنا هنطقه هكتبه. هي مكتوبة هنا قد إيه؟ 35 درجة و24 دقيقة و42 ثانية. يبقى أنا هكتب تاني، آدي 35 وأضغط علامة التلات نقط دول، بعد كده 24 دقيقة ده 24. طب واضغط فين؟ قال لي برضه نفس الزرار تاني. طب بعد كده 42 ثانية، قال لي اكتب 42 واضغط فين؟ قال لي برضه نفس الزرار تاني. قال لي يعني الزرار ده للدرجات والدقايق والثواني؟ قال لي اه هو الزرار ده للتلاتة. واضغط يساوي، بعد كده هو اعملها لي كتبها لي زي ما هي مكتوبة. اعمل بعد كده ايه؟ قال لي اضغط برضه تاني على نفس الزرار اللي هو بتاع الكوما ده، طلعها لي بقد ايه بقى؟ طلعها لي ب 35 درجة و41 من 100. طلعها لي بكام؟ ب 35 درجة و41 من 100. يبقى تاني عشان احول من درجات لدقايق وثواني هو نفس الزرار ده، اكتبه اللي انا بكتبه بنطقه، اللي انا بكتبه بعمل فيه ايه؟ بنطقه. لو قال لي زوايا زي ديت 35 درجة و24 دقيقة و42 ثانية، بعد كل رقم هضغط الزرار ده. يبقى تاني اكتبها اهو، بعد كل رقم 35 درجة وبعد كده و24 دقيقة، واضغط اكتب 24 وبعد كده الزرار، بعد كده كام؟ 42 ثانية. يبقى نفس النظام، هضغط 4 2 اهو وبعد كده مين؟ الزرار، واضغط يساوي وبعد كده اضغط مين؟ علامة يساوي التاني. طلعها لي بكام بقى في المسألة؟ ب 35 درجة و41 من 100. يبقى اكتبها لكم ده اهو، 35 و41 من 100، علامة مين؟ الضرب. نروح للمثال اللي بعده. في فكرة تانية بعد كده عندنا، بيقول لي أنا واخد قبل كده إن مجموع أي زاويتين متتمتين مجموعهم بكام؟ ب90 درجة. طب مجموع الزاويتين المتكاملتين بكام؟ قال لي ب180 درجة. ب100 وكام؟ و80 درجة. طب أنا دلوقتي عاوز أحل أمثلة عليهم إزاي؟ لو جه مثلا قال لي إذا كانت النسبة بين قياسي زاويتين متكاملتين 3 إلى 5، وإحنا واخدين أمثلة على النسبة شبه ديت في الجبر. لو قال لي النسبة ما بين الزاويتين المتكاملتين بكام؟ ب3 إلى 5، بيقول لي أوجد القياس الستيني لكل منهما. طب هنجيبهم إزاي؟ أول حاجة هنفرض أن الزاويتين، أقول كده، نفرض أن الزاويتين هما مين بقى؟ هما 3 سين و5 سين، تمام كده؟ تمام، عشان هو النسبة بينهم 3 كام؟ إلى 5. يبقى أفرض الزاويتين هما 3 سين وكام؟ و5 سين. طب بعد ما افرض ان الزاويتين دول 3 س و5 س، قال لي هما دول زاويتين متكاملتين، متكاملتين يعني مجموعهم بكام؟ ب180 درجه. يعني لما اجمع الزاويتين دول على بعض يطلع لي بكام؟ ب180. يعني انا لو قلت له 3 س زائد 5 س هيساوي كام؟ هيساوي 180 درجه. هيساوي كام؟ 180 درجه. 3 س و5 س هيطلع لي كام؟ 8 س، بتساوي كام؟ 180 درجه. انا دلوقتي عاوز اجيب مين؟ عاوز اجيب قيمة السين بس، يبقى اقسم هنا على 8 واقسم هنا على 8. يلا التمانية دي تروح مع التمانية دي، واتفضل لي السين بتساوي 180 على التمانية هتطلع بكام؟ قال هتطلع ب22.5. يبقى السين بكام؟ ب22.5. يبقى الزاوية الاولى طلعت بكام؟ يبقى اقول كده، الزاوية الاولى هتطلع بكام؟ ب3 في 22.5. هتطلع لي بكام؟ هتطلع ب 67 درجة ونص. 67 وكام ونص درجة. طب والثانية هتطلع بكام؟ هقول له كده اهو، 5 في 22.5. هتطلع بكام؟ قال لي هتطلع ب 112.5. 112 وكام ونص درجة. طب انا حاليا جبتهم بالدرجات بس، عايز اجيبهم بمين؟ بالدرجات والدقايق والثواني. يبقى اقول له كده اهو، بتساوي هنا وهنا. يلا هنا لو خدت بالي انا ممكن اعملها من غير آلة حاسبة، وانا ديت مش عندي 67.5، 67 درجة ونص. قال طب انا واخد قبل كده ان النص درجة
بيساوي كام دقيقة؟ أنا واخد النص درجة بيساوي 30 دقيقة. ليه؟ عشان كانت الدرجة الواحدة بتساوي 60، يبقى النص الدرجة هيساوي قد إيه؟ هيساوي 30. يبقى أقول له كده أهو، دي بتساوي 67 درجة و30 دقيقة. طب والتانية هتبقى بكام؟ 112 درجة. 100 وكام؟ و12 درجة. طب 112 درجة هتطلع بكام؟ أو 112 ونص هتطلع بكام؟ نفس النظام برضه، هتطلع ب 112 درجة و30 دقيقة. وكام؟ و30 دقيقة. قال لي طب أنا ممكن أعمل دي على الآلة الحاسبة؟ قال لي أه، لو أنا جبت الآلة الحاسبة، أدي الآلة الحاسبة بتاعتي. هقول له كده أهو هي كام؟ 67 ونص. يبقى أقول له كده أهو، أدي 67 درجة ونص. وأقول له أضغط على علامة مين؟ التلات دوائر دول. وأقول له يساوي، طلعت لي بكام؟ ب 67 درجة و30 دقيقة. طب التانية 112 درجة ونص، يبقى دي 112 درجة ونص. وأقول له يساوي، طلعت لي بكام؟ برضه ب 112 درجة و30 دقيقة. يبقى أنا كده عرفت إزاي بجيبها بالآلة الحاسبة. نروح للسؤال اللي بعده. هناخد بقى دلوقتي فكرة جديدة في درسنا النهاردة، وهي النسب المثلثية للزوايا الحادة. يعني ايه نسب مثلثية؟ قال لنا عندي النسب المثلثية دول ثلاث انواع، نوع اسمه الجا، والتانية اسمها الجتا، والتالتة اسمها الظا. يبقى تاني عندي الجا والجتا والظا. قال لي ايه الجا ديت؟ قال لي اسمها جيب الزاوية. بعرفها منين؟ قال لي خد اول حرف منها وأول حرف من كلمة الزاوية. أنا عندي هنا حرف الجيم وحرف الألف، يبقى اسمها إيه؟ الجا. طب هنا نفس النظام، دي اسمها جيب تمام الزاوية. قال لي خد أول حرف من كل كلمة، حرف الجيم وحرف الت وحرف الألف، طلعت لي مين؟ جتا. طب هنا ظل الزاوية، خد أول حرف من كل كلمة، الظا والألف، هتبقى مين؟ هتطلع لي ظا. يبقى تاني أنا عندي كام نسبة؟ عندي تلات، الجا والجتا والظا. الجا والجتا مين؟ والظا. قال لي ايه الجا وايه الجتا وايه الظا دي؟ قال لي الجا ديت نسبة بتساوي المقابل على الوتر. طالما في عندي وتر، يبقى أول حاجة لازم تكون فين؟ في مثلث قائم. يبقى أول حاجة لازم يكون عندي مثلث قائم، لازم يكون عندي مين؟ مثلث قائم. تمام كده؟ تمام. قال لي جا الزاوية ده بيساوي المقابل على الوتر، يعني مثلا لو أنا فرضت إن الزاوية اللي أنا عايز أجيب لها الجا بتاعتها ديت هي زاوية جي. قال لي الزاوية ديت بتساوي جا الزاوية دي بتساوي المقابل على الوتر. قال لي هو مين المقابل؟ قال لي المقابل اللي هو الضلع المقابل لها ده، ضلع القائمة التاني، اللي هو ساعتها هيكون مين هنا؟ اللي هو ألف ب. يبقى أقول له ده اسمه المقابل وده اسمه الوتر. تمام كده؟ تمام. قال لي طب والضلع اللي لازق فيها على طول، ضلع القائمة لازق فيها، قال لي ده اسمه مين؟ قال لي ده اسمه المجاور. اسمه مين؟ اسمه المجاور. يبقى تاني مثلا نفترض ان انا عندي الزاوية اسمها جيم، هي دي اللي عايز اجيب النسب المثلثية بتاعتها. قال لي ساعتها اقول له ان المقابل هو الضلع مين؟ ضلع القايمة التاني اللي قصادها، والمجاور ضلع القايمة اللي لازق فيها، والوتر هو طبعا الضلع المقابل لمين؟ للزاوية 90. تمام كده؟ تمام. قال لي جيب الزاوية ديت او الجا اسمه مين؟ بيساوي المقابل على الوتر، يعني بيساوي الف ب على الف ج. طب جيب تمام الزاوية اللي هو الجتا بيساوي مين؟ قال لي بيساوي المجاور على الوتر. بيساوي المجاور على مين؟ على الوتر. طب ظل الزاوية بيساوي ايه؟ قال لي بيساوي المقابل على المجاور، يعني بيساوي الضلع ألف ب على الضلع ب ج. على مين؟ على الضلع ب ج. يبقى تاني بيساوي الضلع ألف ب على الضلع مين؟ ب ج. قال لي دولت اسمهم على الآلة الحاسبة مين بقى؟ اللي هم ايه؟ الجا دي اسمها الصيء، وجيب التمام او الجتا ديت اسمها القزي، والظا اسمها التاء. يعني لو انا جبت لي الاله الحاسبه كده اهو، قال لي شاف الزاويه دهيت كلمه ساين دي اللي انا بعملها دي هي دي بتاعت مين؟ بتاعت الجا، وقزين دي بتاعت الجتا، والتان دي بتاعت الظا. يبقى تاني الساين بتاعت الجا، والقزين بتاعت الجتا، والتان بتاعت مين؟ بتاعت الظا. نروح نشوف أمثلة بقى دلوقتي على النسب المثلثية للزوايا الحادة. لو جه في المثال ده وقال لي
اكمل. بيقول لي عاوز مين؟ عاوز جا س وعاوز جتا س وعاوز ظا س، تمام كده. وهنا بيقول لي عاوز جتا ص وجا ص وظا ص. طب انا هجيبهم منين؟ اول حاجه هشوف س. س هو بيقول لي س دي عايز مين؟ الجا. الجا بتساوي المقابل على الوتر، المقابل ليها اللي هو الضلع ده على الوتر انا ما اعرفوش. طب انا هجيب الوتر منين؟ قال لي مش انا عندي ده مثلث قائم من نظريه فيثاغورس. يبقى اقول له ساعتها ان س ص ده تربيع، س ص تربيع بيساوي مربع مجموع مربعي ضلعي القائمه، يعني بيساوي 3 تربيع زائد 4 تربيع اللي هما بيساوي كام؟ 25. يبقى س ص بتساوي كام؟ قال له هات الجذر التربيع دي هيبقى بكام؟ بخمسة. يبقى الوتر عندي طالع لي بكام؟ بخمسة سم، تمام كده. يبقى الوتر طالع بكام؟ بخمسة. هو عاوز مين؟ عاوز الجا. قلنا الجا بتساوي المقابل على الوتر، المقابل اللي هو مين؟ بتلات على الوتر اللي هو خمسة، يعني بتساوي تلاتة على خمسة. طب جتا س اللي بتساوي مين؟ المجاور على الوتر. انا عندي الزاويه اللي هي مين؟ س. خلي بالك معايا الزاويه مين؟ س. اللي بتساوي المجاور على الوتر، بتساوي المجاور على مين؟ على الوتر. المجاور اللي هو مين؟ اللي هو الاربعه او الضلع عن س على الوتر اللي هو مين؟ خمس، يعني بتساوي اربعه على خمس. طب ظا س بتساوي ايه؟ اللي بتساوي المقابل على المجاور، بتساوي مين؟ المقابل على المجاور. المقابل اللي هو مين؟ بتلاتة على المجاور اللي هو مين؟ باربعة. يبقى بتساوي تلاتة على أربعة، بتساوي مين؟ تلاتة على أربعة. طب أنا بقى دلوقتي لو جيت غيرت الزاوية، لو جيت غيرت مين؟ الزاوية. هو عاوز مين؟ جتا ص. قال لي جتا ص بتساوي المجاور على الوتر، بتساوي مين؟ المجاور على الوتر، يعني بتساوي المجاور لها اللي هو مين ساعتها هنا؟ اللي هو الضلع تلاتة على الوتر اللي هو مين؟ الوتر كده كده ثابت، يعني بتساوي 3 على 5. طب جا ص، ادي زاويه ص، بتساوي المقابل، المقابل لها اللي هو الضلع ده اهو، المقابل على الوتر، المقابل اللي هو مين؟ ب4 على الوتر اللي هو مين؟ 5. طب ظا ص بتساوي ايه؟ اللي بتساوي المقابل على المجاور، المقابل اللي هو ده على المجاور اللي هو ده، يعني بتساوي 4 على 3، بتساوي مين؟ 4 على 3. قال لي أنا في عندي حاجة سهلة خالص بتعرفني الجا والجتا. قلنا الجا بتساوي المقابل على الوتر. طب أنا عايز أعرف الجتا. قال لي في قانون حلو أو مثال حلو بيقول لك إيه؟ مطرح ما تنام جيب التمام. مطرح ما تنام مين؟ جيب التمام. يعني أنا عايز أجيب الجتا اللي نام، الضلع اللي نايم جنبها على طول، الضلع اللي نام مين؟ اللي نايم جنبها. يبقى تاني في مثل عندي بيقول لي مطرح ما تنام جيب التمام، مطرح ما تنام مين؟ جيب التمام. يعني انا عايز اجيب الضلع ده او الزاويه ديت، هقول له كده جتا س بتساوي الضلع اللي نايم جنبها على الوتر، الضلع اللي نايم جنبها على الوتر. طب هنا جتا ص اللي بتساوي الضلع اللي نايم جنبها على الوتر، الضلع اللي نايم جنبها مين؟ على الوتر. نروح للمثال اللي بعد. في عندنا بعد كده قاعده ثانيه بتقول لي إن جيب أي زاوية بيساوي جيب الزاوية المتممة له. يعني إيه؟ بص يا سيدي، لو قال لي أنا عندي زاويتين أ وج مثلا قياسهم هما الاتنين بتسعين درجة، قال لي إن جا ج بتساوي جتا أ أو جا أ بتساوي جتا ج. إزاي؟ بص، لو أنا عندي مثلا زاويتين، أدي طبعا مثلث قائم، أنا كده كده مش هفهم غير بالمثال. لو أنا عندي مين؟ مثلث قائم، طبعا كده كده دي زاويه قايمه، يبقى معنى كده ان الزاويتين التانيين بيتمموا بعض. يعني ايه بيتمموا بعض؟ يعني مجموعهم كام؟ ب 90 درجه. قال لي ان جيب الزاويه ديت، يعني جا الزاويه دي نفترض مثلا دي اسمها س ودي اسمها ص، وهنا الضلع ده او الزاويه دي اسمها عين. قال لي ان جا س بتساوي جتا ص وجا ص بتساوي جتا س، تمام كده. ازاي؟ حتى احنا خدناها في المثال اللي فات. لو احنا مثلا عندنا فرضنا ان دي 3 ودي 4 والضلع ده 5، حتى هات لي كده جا س، لو قلت له كده وجا س هتساوي كام؟ قال لي جا س هتساوي المقابل على الوتر، المقابل اللي هو كام؟ ب 4 على الوتر اللي هو 5. طب هات لي جتا ص، جتا ص هتساوي مين؟ قال لي هتساوي المجاور على الوتر، المجاور اللي هو مين؟ اللي هو الضلع ده اللي هو هنا ده، يبقى بتساوي 4 على 5.
يبقى انا عندي تاني طالما س وص زاويتين متتمتين مجموعهم بكام؟ ب 90 درجه. قال لي ان جا اي زاويه فيهم بتساوي جتا التانية، جا اي زاويه فيهم بتساوي جتا التانية. يعني لو قلت هنا جتا س، جتا س هتطلع بكام؟ هتساوي 3 على 5. طالما قلت هنا جتا، قول الجا بقى، جا ص بتساوي كام؟ هتساوي المقابل على الوتر، يعني برضه هتطلع بكام؟ ب 3 على 5. حتى هنا بص في المثال ده بيقول لي اذا كان عندي س وص زاويتين متتمتين، لو كانت جا س بكام؟ ب 3 على 5، وقال لي زاويتين متتمتين يعني مجموعهم ب 90 درجه. لو قال لي جا س ب 3 على 5، يبقى جتا ص هتطلع بكام برضو؟ على طول هتطلع ب 3 على 5. طب هنا بيقول لي اذا كان جا س بتساوي جتا ص، يبقى معنى كده ان الزاويتين دول مالهم؟ متتمتين. يعني ايه متتمتين؟ يعني مجموعهم بكام؟ ب 90 درجه. بيقول لي وقياس زاويه س بتساوي 40، يبقى قياس زاويه ص هتطلع بكام؟ على طول هكمل لحد ما اوصل لل 90، دي ب 40، يبقى الثانيه دي هتطلع بكام؟ ب 50 درجه. ليه؟ عشان هيبقى 50 و40 مجموعهم بكام؟ ب 90 درجه. نروح للمثال اللي بعد. المثال اللي بعد كده بيقول لي ا ب ج مثلث قائم الزاويه في ج. بيقول لي ا ب بيساوي 13 سم وب ج بيساوي 12 سم. بيقول لي عاوز ايه بقى؟ عاوز طول ا ج. طب انا هجيبها ازاي؟ اول حاجه هرسم المثلث، وبقول لي مثلث قائم يبقى ادي مثلث، وارسم عندي زاويه قائمه، تمام كده؟ تمام، ادي المثلث. فبيقول لي مين بقى قائم في مين؟ قائم في ج، يبقى ادي ج. بيقول لي ا ب ب 13، يبقى ادي ا وادي هنا ب. بيقول لي ا ب ب 13 يبقى هو ده الوتر. ليه؟ عشان الجيم دي الزاويه قائمه، يبقى ا ب ب 13 و ب ج ب 12، يبقى ده ب 12، تمام كده؟ يبقى ده ب 13 وده ب 12. اول حاجه بيقول لي عاوز مين؟ عاوز طول ا ج. طب انا هجيب ا ج منين؟ من نظريه فيثاغورس. هقول له ا ج بيساوي، او ا ج تربيع بيساوي، بيساوي ايه بقى؟ مربع الوتر ناقص مربع ضلع القائمه الثاني، يعني بيساوي 13 تربيع ناقص 12 تربيع، هيدينا كام؟ قال هيساوي 25. يبقى الالف جيم بس بتساوي كام؟ هتجذر 25 هيطلع لك ب5، يبقى الالف جيم طلعت بكام؟ ب5. بعد كده بيقول لي ايه بقى؟ اوجد كل من جا الف. عايز مين؟ جا الف. قال لي جا الف بتساوي ايه؟ الجا قلنا بتساوي المقابل على الوتر، يعني بتساوي المقابل بتاع زاويه الف مين؟ اللي هو الضلع ده، اللي هو مين بقى؟ اللي هو ب جيم، يعني بتساوي 12 على 13. طب جتا الف بتساوي المجاور على الوتر، بتساوي مين؟ المجاور على الوتر، يعني بتساوي 5 على 13، هتساوي مين؟ 5 على 13. طب بعد كده بقول لي عاوز ظا الف. ظا الف بتساوي مين؟ بتساوي المقابل على المجاور، بتساوي مين؟ المقابل على المجاور، يعني بتساوي 12 على 5، بتساوي مين؟ 12 على 5. بعد كده بقول لي عاوز جا ب. انا ممكن اجيبها على طول من غير ما ابص، من غير ما ابص على المساله، وانا مش عندي زاويه الف وزاويه ب زاويتين متتمتين، يعني جا الف بتساوي جتا ب، جا الف بتساوي مين؟ جتا ب، وجتا الف بتساوي جا ب، وجتا الف بتساوي جا ب. يعني انا ممكن اقول له جتا الف اهي من هنا هتطلع ب5 على 13، يبقى جا ب هتطلع بكام برضو؟ هتطلع ب5 على 13. او ممكن اجيبها منين؟ من الالم، ممكن اجيبها من المثلث اللي عندي، ممكن اجيبها منين؟ من المثلث. فبقول اللي عاوز جا ب يعني بتساوي المقابل على الوتر، المقابل اللي هو مين؟ اللي هو الخمس على الوتر اللي هو 13، يبقى بتساوي 5 على 13. طب هنا قلنا طالما الزاويتين دول متتمتين، يبقى جا ا بتساوي جتا ب، يبقى جا ا ب 12 على 13، يبقى جتا ب هتطلع برضو بكام؟ ب 12 على 13. او ممكن اجيبها من هنا، جتا ب بتساوي المجاور على الوتر، يعني بتساوي برضو كام؟ 12 على 13. بعد كده رقم ج بيقول لي اثبت ان جا ا في جتا ب زائد جتا ا في جا ب بتساوي 1. هقول لكم ده اول حاجه، جا ا بكام؟ انا طلعتها ب 12 على 13. في ما طالما الاثنين دول جنب بعض، يعني معنى كده هما الاثنين مضروبين في بعض. جتا ب، جتا ب بكام؟ ب 12 برضه على 13، زائد
جتا ألف، جتا ألف بكام؟ جتا ألف بخمسة على 13، يبقى دي خمسة على 13. في جابه، جابه بكام برضو؟ بخمسة على 13. بعد كده أقول له بتساوي، يلا 12 في 12 هضرب بسط بسط ومقام في مقام. 12 في 12 ب 144، 13 في 13 ب 169، زائد 5 في 5 ب 25 على 13 في 13 اللي برضه ب 169. اقول له بتساوي، طالما المقامين متوحدين او المقامين شبه بعض خلاص مفيش مشكله، احط المقام واجمع، ادي 169. يلا 144 زائد 25 هتديني كام؟ اللي برضه هتديني 169. 169 زي على 169 هتدينا كام؟ قال لي هتساوي 1. هتطلع بكام؟ هتساوي 1. طب هنا في المثال ده بيقول لي اوجد 1 زائد ظ تربيع الف. 1 زائد مين؟ ظ تربيع الف. هقول لكم ده اهو، ادي 1 زائد ظ تربيع الف، يعني اجيب الظ وبعد كده مين؟ هربحها. ظ الف بكام؟ ب 12 على 5، يبقى اقول لكم ده ادي 12 على 5 الكل تربيع بتساوي، يلا واحد بكام؟ قال واحد زي ما هو، زائد 12 تربيع بكام؟ ب 144 على 5 تربيع اللي هي بكام؟ ب 25. بكام؟ ب 25. بعد كده انا عايز اجمع 1 زائد 144 على 25. هعملها ازاي؟ انا ممكن اعملها بالآلة الحاسبة او ممكن اخلي الواحد وده عبارة عن ايه؟ حاجة مقامها 25، يعني ممكن اخليه 25 على 5 وكام؟ و20. بقول له كده بتساوي 25 على 25 زائد 144 على 25، يعني بتساوي، اجمع يلا طالما المقامين شبه بعض حط المقام واجمع، ادي 25، واجمع 25 زائد 144 هتدينا كام؟ قال هتدينا 169. هتطلع بكام؟ ب 169 على 25. نروح للمثال اللي بعد. المثال بعد كده بيقول لي ألف ب ج مثلث فيه ألف ب بيساوي ألف ج بيساوي 10 سم، وب ج بيساوي كام؟ 12 سم. ما قاليش إن ده مثلث قائم، تمام كده. بيقول لي رسم ألف د عمودي على ب ج، يبقى أول حاجة أنا هرسم مين؟ هرسم القاعدة ب ج. هرسم مين؟ القاعدة ب ج، أهي أدي القاعدة ب ج. أول حاجة أقول له أدي القاعدة ب ج. بيقول لي ورسم ألف د عمودي على ب ج، يبقى أقول له كده أدي ألف د. هرسم مين؟ هوصل ألف بد، يبقى أقول له أدي ألف هنا مثلا أهو، يبقى دي النقطة اللي فوق اسمها مين؟ نقطة ألف. بيقول لي ألف د عمودي على ب ج، يبقى أقول له كده هوصل مين؟ ألف بالنقطة اللي هي دي. وافترض مثلا النقطة دي اسمها مين؟ اسمها د. وافترض النقطة دي اسمها مين؟ اسمها د. هقول لي ألف ب بيساوي ألف ج، يعني ده بيساوي ده، والاتنين بيساوي كام؟ 10 سم، يبقى ده 10 وهنا كام برضو؟ وهنا 10، ده 10 سم وده 10 سم. بيقول لي وب ج بكام؟ ب ج ب 12 سم، يبقى ب ج كله كام؟ ب 12 سم. بيقول لي أوجد قيمة جا، ومديني جا زاوية مين بقى؟ جا ألف د، جا زاوية ج ألف د، زاوية مين؟ ج ألف د، اللي هي الزاوية ده، اللي هي زاوية مين؟ ج ألف د. عايز الزاوية دي، الزاوية دي بتساوي مين؟ الجا بتساوي المقابل على الوتر، الجا بتساوي مين؟ المقابل على الوتر. طب أنا هجيب المقابل منين؟ أنا واخد قبل كده إن لما يكون عندي مثلث متساوي الساقين وينزل منه عمودي، كنت اللي بستفاده؟ قال لي إن العمود ده على القاعدة دي بينصفها، العمود على القاعدة ماله؟ بينصفها، يعني أنا عندي الجزء ده أهو بيساوي الجزء ده أهو، لما القاعدة كلها ب 12 يبقى ده بكام؟ يبقى ده بستة وده بستة، ده بستة وده كام؟ وده بستة، يبقى أقول له كده أهو، بما أن أ ب بيساوي أ ج و أ د عمودي على ب ج، إذا ب دال بتساوي دال جيم بتساوي كام بقى كل واحدة؟ بتساوي 6 سم.
تمام كده؟ تمام. يبقى عندي د ج طلعت بكام؟ ب 6 سم. عايز اجيب بقى زاويه مين؟ ج ا د اللي هي الزاويه دي، عايز اجيب الجا بتاعت، قلنا الجا بتساوي المقابل على الوتر، يبقى اقول له كده اهو جا زاويه ج ا د هتساوي المقابل اللي هو بكام؟ ب 6، على الوتر اللي هو كام؟ 10. يعني بتساوي لو جيت اختصر، يلا على الاثنين فيها الثلاثة، على الاثنين فيها الخمسة. تمام كده؟ تمام. ده كده مين؟ أول مطلوب عندي. بعد كده هو عاوز مين؟ بيقول لي أثبت أن جا تربيع ج زائد جتا تربيع ج بيساوي 1. وعاوز مين؟ جا تربيع ج زائد جتا تربيع ج. جا تربيع ج يعني خلاص هجيب مين؟ المقابل على الوتر. المقابل مين؟ على الوتر. أدي زاوية ج. المقابل بتاعها هجيبه منين؟ هجيبه من نظرية فيثاغورس. هيطلع لي بكام؟ عشان ما اضيعش وقت في حل المسألة، هيطلع لي بكام الضلع ده؟ قال اللي هو مين المقابل بتاعها؟ اللي هو ألف د. من نظرية فيثاغورس هيطلع لي ده ب 8. هيطلع بكام؟ ب 8 سم. يبقى تاني أقول له كده إن ألف د بتساوي 8 سم. هعملها برضو نفس دي وأقول له كده أهو، بما أن ده قائم، هو قال لي إن ده عمودي، يبقى إذا ألف د بيساوي كام؟ 8 سم. وعاوز مين بقى؟ جا تربيع ج زائد جتا تربيع ج. قال لي جا ج بكام؟ جا ج هقول له على طول جا ج بتساوي كام بقى؟ بتساوي المقابل على الوتر، يعني بتساوي 8 على 10. يبقى ادي 8 على 10 تربيع زائد جتا ج بتساوي المجاور على الوتر، يعني بتساوي كام؟ 6 على 10. ما هو المجاور اللي زود ج اللي هو مين؟ ده د ج اللي هو بطوله بكام؟ ب 6 سم. يبقى بتساوي 6 على 10 تربيع بتساوي، يلا 8 تربيع بكام؟ ب 64، على 10 تربيع بكام؟ ب 100، زائد 6 تربيع بكام؟ ب 36، بكام؟ 36 على 100. عندي المقامات متوحدة، بحط مين؟ المقام زي ما هو واجمع 64 زائد 36 هتطلع لي بكام؟ قال هتطلع لي برضه ب 100. 100 على 100 هتديني كام؟ قال هتديني 1. هو ده المطلوب يثبت. طب هنا في المثال اللي بعده بقول لي عاوز يثبت ان جا ب زائد جتا ب اكبر من الواحد الصحيح. قال لي جا ب بتساوي كام؟ جا ب بتساوي المقابل على الوتر. بتساوي مين؟ المقابل على الوتر. ادي زاويه ب، دي زاويه مين؟ زاويه ب اللي هي دي، وقلنا الجا مين؟ الجا بتساوي المقابل على الوتر. المقابل اللي هو مين؟ 8 على الوتر 10. يبقى اقول له كده بتساوي 8 على 10 زائد جتا ب بتساوي مين؟ المجاور على الوتر، يعني بتساوي مين؟ 6 على 10. عندي دلوقتي المقامين شبه بعض، المقامات مالها هي متوحده، يبقى خلاص احط المقام واجمع. 8 زائد 6 يدينا كام؟ 14. يبقى بتساوي 14 على 10 هتطلع لي بكام؟ قال هتطلع لي ب 1.4. طلعت لي بكام؟ ب 1.4. يبقى انا عندي 1.4 اكبر من الواحد الصحيح. اكبر من مين؟ من الواحد الصحيح، وهو ده المطلوب اثباته. يبقى انا دلوقتي طلعتها بكام؟ ب 1.4، طلعت فعلا اكبر من مين؟ من الواحد الصحيح. نروح للمثال اللي بعد. المثال ده بقى خلي بالك معايا فيه شويه، لان المثال ده فيه فكره. انا بقول لي ايه؟ ا ب ج د ده شبه منحرف، خلي بالك ماله، متساوي الساقين. شبه منحرف ماله، متساوي الساقين. بيقول لي فيه ا د بيوازي ب ج، و ا د بيساوي 4 سنتي، و ا ب بيساوي 5 سنتي، و ب ج بيساوي كام؟ 12 سنتي. اول حاجه هعملها هرسم شبه المنحرف ده، ليه؟ عشان اعرف اجيب المطلوب اللي هو عاوزه. طب ادي شبه المنحرف، القاعده بتاعته بكام؟ ب 12 سنتي، اللي هي ب ج ده اكبر ضلع 12 سنتي. بيقول لي ألف د بيوازي ب ج، يبقى انا رسمت القاعده ب ج اللي هو الكبيره ديت بكام؟ ب 12 سم، رسمتها مين؟ تحت. بيقول لي بقى مين؟ وألف د اللي بيوازيها، يبقى ادي ألف د. تمام كده؟ تمام، لحد هنا تمام. بيقول لي ايه بقى؟ ألف د ب 4 سم، يبقى الجزء ده بكام؟ ب 4 سم، الجزء ده اهو ب 4 سم. طب انا بعد كده اعمل ايه؟ هوصل، هوصل الاضلاع ببعضها، هوصل من هنا لهنا. واو، وادي من هنا لهنا، واقول له ان الضلع ده اسمه الف وهنا د، يبقى ده اسمه الف د وده ب وده ج. بعد كده بيقول لي عاوز ايه بقى؟ بيقول لي ان الف ب بتساوي 5 سم، يبقى ده ب 5 سم.
هو طالما شبه منحرف متساوي الساقين، يعني الساقين دول بتوع مالهم متساويين، يعني الضلع ده بيساوي الضلع ده. لما ده بخمسة سنتي يبقى ده كمان بكام؟ بخمسة سنتي. بيقول لي اثبت ان خمسة ظا به، ظا به يعني بتساوي المقابل على المجاور. طب انا فين هنا في مثلث قائم عشان اعرف اجيب منه الظا؟ قال لي لا مفيش، يبقى انا اعمل ايه؟ ارسم مثلث قائم وانا مش عندي ان الضلعين دول متوازيين وده شبه منحرف متساوي الساقين. قال اه، قال لي يعني انا ممكن انزل من هنا ضلع عمودي على القاعده دي، وانزل برضو من هنا ضلع عمودي على القاعده دي، صح ولا لا؟ اه، يبقى انا ممكن انزل من هنا عمودي وانزل من هنا عمودي، يبقى انا ساعتها اعرف مين بقى عندي مثلث قائم، بس انا ما عنديش اضلاعه. قال لي مش انا عندي ده الف د ب 4 سنتي، يبقى الجزء البسيط ده هو بكام برضو اللي هو تحت ده هو بيساوي كام؟ قال لي ده برضو ب 4 سنتي. حد هنا تمام؟ لحد هنا تمام. يبقى انا عندي طالما الف د بيوازي ب ج ونزلت هنا عمودي وهنا عمودي، يبقى طالما كده يبقى ساعتها ان الالف ديت الضلع ده هو من اول الف مثلا لحد ه وبيساوي او بيوازي د مثلا لحد ن، وطالما بيوازيه برضه يبقى هيساويه. ليه؟ عشان ده هيكون ساعتها مستطيل. طالما عندي انا شروط المستطيل ان طالما في ضلع بيوازي ضلع، ضلع بيوازي ضلع وفيهم زاويه قايمه، يبقى اذا الشكل ده ماله؟ مستطيل. يبقى انا لو عندي شكل فيه ضلع بيوازي ضلع زي ده الف د بيوازي ب ج ونزلت عمود، انا قلت نزلت ده عمودي وهنا برضو نزلت ده عمودي، يبقى معنى كده ان الشكل ده ماله؟ مستطيل. حد هنا تمام؟ لحد هنا تمام. انا دلوقتي عايز اجيب ب ه وعايز اجيب الف ه، هجيبهم منين؟ قال لي أنا عن طريق ان انا ممكن اطابق المثلثين. ممكن اطابق مين؟ المثلثين. انهي مثلثين؟ قال لي المثلث الف ب ه والمثلث د ن ج، هطابقهم منين؟ قال لي مش انا عندي الف ب بيساوي د ج؟ قال لي اه، وقلنا الشكل ده مستطيل، يعني معنى كده ان الف ه برضه بيساوي د ن، قلنا اه تمام. فاضل لي بقى اجيبها منين؟ عن طريق زاويه. قال لي مش انا عندي ان الزاويه دي قايمه والزاويه دي برضه قايمه، يبقى انا عن طريق ممكن اعملها عن طريق ان هم ضلعين وزاويه، او مثلث قائم فيه ضلع ووتر بيساوي ضلع ووتر. يبقى مثلث قائم وضلع ووتر هنا بيساوي ضلع ووتر ومين وزاويه قائمه في المثلث تاني. يبقى تاني ضلع ووتر في المثلث القائم هنا بيساوي ضلع ووتر مين في المثلث القائم هنا، يبقى ساعتها تطابق مين؟ المثلثان. ولما يتطابق المثلثان هينتج ان ايه؟ ان ب ه بتساوي ن ج. ب ه هتساوي مين؟ ن ج. انا قلت ان الجزء ده هو بس من اول ه لحد ن ب 4 سم، وكنت قايل ان ده كله ب ج كله على بعضه بكام؟ ب 12. يبقى الجزئين اللي باقيين بكام؟ يبقى الجزئين اللي باقيين طولهم ب 8، يبقى 12 ناقص 4 يديني دي كام؟ كلها على بعضها الجزء ده اهو، والجزء ده هو اللي باقيين ب 8 سم. يبقى الجزء ده بكام وده بكام؟ لما هما الاثنين ب 8 وهما الاثنين قد بعض، يبقى ده بكام؟ يبقى ده ب 4 وده كمان ب 4، يبقى ده ب 4 سنتي وده بكام؟ ب 4 سنتي. من نظريه فيثاغورس هعرف اجيب الف ه؟ قال لي اه، هيطلع بكام؟ قال لي هيطلع ب 3 سنتي. يبقى الف ه هيطلع بكام؟ ب 3. وده برضو د ن هيطلع بكام؟ قال لي برضو هيطلع ب 3 سنتي. حد هنا تمام؟ لحد هنا تمام. يبقى انا عرفت اول حاجه بعمل ايه؟ برسم الشكل بتاعي اللي هو شبه المنحرف، وبنزل عمودي، عمودي من هنا وعمودي من هنا، عمودي من هنا عند المثلث الاولاني وعمودي عند المثلث الثاني. وبعد كده بعمل ايه؟ من نظريه فيثاغورس اعرف اجيب مين؟ بقيه الاضلاع. بيقول لي اثبت ان 5 ظا ب، ظا ب يعني بتساوي المقابل على المجاور. يبقى اقول له كده اهو بيساوي المطلوب اللي هو عاوزه. يلا 5 ظا ب، ادي 5 في ظ ب بتساوي كام؟ المقابل على المجاور، يعني بتساوي 3 على 4. في جتا ب، جتا ب يعني بتساوي المجاور على الوتر، يعني بتساوي مين؟ 4 على 5. بعد كده على جا تربيع ج، جا تربيع ج يعني هي تأدي زاوية ج، الجا يعني بتساوي المقابل على الوتر، يعني بتساوي 3 على 5 لكل تربيع. بعد كده زائد، وبيقول لي زائد مين؟ جتا تربيع ب. قال لي جتا ب اللي هي بكام؟ جتا ب بتساوي المجاور على الوتر، يعني بتساوي 4 على 5. يبقى ادي 4 على 5 لكل تربيع، عشان هو هنا قال لي مين؟ تربيع. بيقول لي عايز يثبت ان الناتج ده بيساوي 3، يبقى اقول له بيساوي، واشد شرط اتكسر. يلا وبعد كده بعمل ايه؟ بختصر. يلا هنا على 4
فيها الواحد، على الأربعة فيها الواحد، بعد كده على الخمسة فيها الواحد، وهنا على الخمسة برضو فيها الواحد، يبقى تفضل لي في البسط مين؟ تلاتة. طب هنا بعمل إيه؟ هجمع، هربع وبعد كده أعمل إيه؟ هجمع. يلا هقول له تلاتة تربيع بتسعة على خمسة تربيع بخمسة وعشرين زائد أربعة تربيع بستاشر على خمسة تربيع بخمسة وعشرين بتساوي، أدي تلاتة في البسط زي ما هي، ما غيرهاش، تلاتة في البسط على أجمع. عندي هنا في المقام، هنا المقامات دي متوحدة، يبقى طالما المقامات شبه بعضها أحط المقام وجه. تسعة وستاشر ادينا كام؟ خمسة وعشرين. يبقى أنا دلوقتي بتساوي تلاتة على خمسة وعشرين على خمسة وعشرين فيها الكام؟ فيها الواحد. يبقى تلاتة على واحد بتساوي كام؟ بتساوي تلاتة. وهو ده المطلوب إثباته، هو ده ميل المطلوب اللي هو عاوزه. نروح للمثال اللي بعده. كده وصلنا للواجب، الواجب عندنا حل المسألتين دول، وأشوفكم على خير إن شاء الله في الحصة القادمة. وخلي دايما معاك الآلة الحاسبة، خلي دايما معاك مين؟ الآلة الحاسبة. هتلاقي عندك فيه ثلاث أنواع للآلة الحاسبة، آلة حاسبة اف اكس 990، وفي عندك آلة حاسبة 500، في عندك 571، في عندك آلة حاسبة 95. أي آلة حاسبة من دول إن شاء الله هتكون معاك كويسة، أي آلة حاسبة من دولت هي هتشتغل معاك. وفي آلة حاسبة اف اكس 82 برضو، دي برضو هتشتغل معاك وتكون برضو آلة حاسبة كويسة، هتفيدك إن شاء الله. بس أنت كل ما تكبر مثلا في الآلة الحاسبة، يعني اف اكس 95 أو 500 أو 571 أو 990، هتلاقيها إن شاء الله آلات حاسبة تكفي معاك للسنة وإن شاء الله. وأشوفكم على خير إن شاء الله في الحصة القادمة، مع السلامة.